ازاي اقدر احدد ال الدولة هنا بقى الدولة دورها جبار وكبير جدا فيما يسمى الريجوليتور المنظم في إطار القانون. الدولة المنظم أقوى من الدولة المنفذ. الدولة تحفظ الحق للمواطنين، تدير وتضع الرؤية اللي تقول أنا عايزة إيه فين وأحقق إيه أهداف، وتضع المحفزات لو أنا عايز، يعني لو أنا عايز الطلبة يخشوا كلية الحقوق أكتر ما يخشوا كلية الطب، لو عندك طريقين، الطريق التحكمي التسلطي وأنا أقول أقفل كلية الطب، العصاية هقفل، لا هقفل كلية سوري الطب مش اوكي هقبل طيب وأنا لكن لو عايز الإطار الصح في إطار ديناميكية السوق، هو تقول إيه؟ أنا هدي محفزات لخريج كلية الحقوق جزاء بمرتبات أكبر، طيب هبعتهم بعثات أحسن، يقوم الناس بطبيعتها تتجه إلى الفائدة التي تعود إليها. ده دور رؤية، ده دور الدولة القائد التي تقود المجتمع، لكن دور الدولة المتدخل وفي المتسلط موجود منها خطأ. دكتور، لو احنا اتكلمنا قبل الفاصل عن تجربة جبل ابو علي، جبل علي، وفي محفزات كتير قوي قدموها للمستثمرين، صح، يعني مثلا اعفاء جمرك، اعفاء جمركي لمدة، اعفاء من الضرائب الناس لمدة 15 الناس سنة. بتبص للمحفزات احيانا بتبص لجانب الخسارة فيه، تقول لك ده انا كان ممكن اخد منه قرش وسبته، مع ان انا وجود العمل كله هيجيب لي انا 20. نعم فانت انهو افضل لك، صحيح، انك انت تحفز في اطار ما تريده، ولا انك انت تتدخل وتقول انا عايز ده ومش عايز ده، انا همنع ده او انا هستثمر في ده، او انا هكون انا البائع، انا الصانع، انا التاجر. الدولة الصانع والتاجر فشلت نعم في تجارب اكبر مننا اقوى مننا، صحيح، لكن ده مش معناها ان الدولة ملهاش دور، ده الدولة دورها اكبر مرة اخرى، وضع الرؤية، وضع اهدافها، تنظيم تنظيم العمل، تطبيق القانون، التحفيز في اطار بقى انا عايز ايه. جميل ست مستشار، انا عايز اقول لسيادتك عشان المشروع الترفيعي، انا عندما وضعته انا كنت عشان عايز مصر نقله من دوله عالم ثالث الى دوله عالم اول، يساعدني في هذا قناه السويس، لان ده كان يعتبر الجزء الثاني من قناه السويس، كيف اطور واستغل خلينا قناه بس السويس. في نفس، انا مش عايز ابعد لا كتير عن انا مش الكلام اللي بعيد، كان انا بقوله بس الدكتور عايز اوصل حسام. لحضرتك، لكن لازم منطق الامور مع احترامي. موضوع الدوله المنظم بقى، كنت قبل ما اعمل توشكا اعمل شرق التفريعه، ومن شرق التفريعه اقدر اصرف على توشكا، يعني انا اممت قناه السويس فصرفت على السد، يعني جبت السد العالي عشان اعمله، كان في خطوه اولى تاميم القناه لاصرف على السد. طبعا عشان اشرف على توشكا كان لازم اامن المشروع الثاني، طيب تطوير، فعشان اجيب ايرادات انا بتكلم فيه انا عايز اخد كيف رأي، تعظيم اخد رأي الايرادات. حضرتك اتفضل سعاده المستشار، في لو بس الزملاء يعرضوا لنا الشريحه الجايه اللي هي بتوضح من ضمن مشروع محافظه الاسماعيليه، انا عايز على شوف برضه اشوف راي حضرتك باعتبار الخبره اللي حصلت لك، نفق مبارك ومدينه الاسماعيليه الجديده، في الثلاث دوائر الحمراء دي، في مدينه الاسماعيليه طبعا اللي هي على الشمال تحت، في مدينه الامل اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي فوق، وفي النقطه الزرقاء اللي في الوسط دي عند قناه السويس، ده نفق جديد، مشروع المفروض هيسمى نفق مبارك وهيربط ما بين مدينه الامل ومدينه الاسماعيليه الجديده. احنا من ليه محتاجين نفق ست لا مستشار؟ احنا عندنا كوبري. انا هقول لسيادتك حاجه، ما هي برضه دي منظومه تدخل في منظومه الهدف الاعلى، اذا ما دخلتش في ضمن منظومه الهدف الاعلى هنتكلم ايه لازمته، طيب وبعدين ايه خدماته، هيخدمني في ايه، لازم يكون في منظومه متكامله في الخدمه. انا فاكر 93 94 في صباح الخير يا مصر، كان لسه هينشئوا كوبري السلام فوق القناه، فقلت لهم يا جماعه نصرف شويه ونعمله اما دبل دك او نوسعه عرضا ونحط معاه سكه حديد، يعني بدورين، يعني بدورين او نحط عشان سكه الحديد، يعني كان النفق الكوبري ده كان يشمل السكه الحديد، فكان هيوفر عليا مرحله كوبري الفردان اللي هو بيفتح ويقفل عشان سكه الحديد تمرق، فكان تكلفه زياده شويه بس. اذا انا بتكلم في المنظومه، لما تكون عندك منظومه متكامله، حتى النفق الان نفق بورسعيد، مشروع نفق بورسعيد لازم افهم هيخدمني في ايه، لان ممكن يمشي فيه قطر يشيل كونتينر، القطر ده ممكن يشيل اثنين كونتينر فوق بعض، ولابد من قطر الكونتينر
لان انت لازم تعمل المركز متعدد لوسائط النقل. انا عايز ابسط الامور حضرتك، انت المفروض هنا الهب اللي بنتكلم عنه ده هيبقى مركز متعدد وسائط النقل البري والبحري والجوي والسكه الحديد منظومه بس متكلمة. احنا مش بنتكلم عن مركز واحد، ممكن يكون مجموعه مراكز. لا انا بتكلم على شرق الترفيعه هيبقى هو السنتر للعالم العربي، انا كنت مسميها عاصمه العالم العربي الاقتصاديه. يعني احنا بنتكلم على تجاره بينيه بين العالم العربي 8% وهتستمر 8%. ليه؟ ما فيش اليه التحرك. آلية التحرك هي في هذا المشروع. المشروع ده ممكن يحولك فورا التجارة البينية من 8% إلى ما يزيد عن 60% في تجارة بين العالم العربي، لأن أنا عامل سكة حديد جايبة لك من المغرب إلى بغداد إلى الكويت. بس يعني الـ 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 يمكن ديت فردة شوية في الحلم. لا مش لا ده لابد منه على فكرة. ده جزء من الحلم. أنا أقول لحضرتك، أنا قعدت مع الأستاذ سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة جبل علي وشاف المشروع بتاعكم اللي بتناقش فيه. قلت له نعمل قطع سكة حديد كارجو بضائع من بورسعيد لدبي. قال لي يوم ما تنجح في هذا انا هبقى واجهتك لاسيا وانت واجهت لاوروبا، لان هنعمل صناعات مشتركه ما بين مصر والسعوديه ودبي. كان المفروض مشروع ثلاثي متكامل بين مصر والسعوديه ودبي، بورسعيد ودبي والتوازن الاقتصادي في السعوديه ودبي. دي كلها تكنولوجي من الخارج، نقل صناعات. في لسه كنت بكلم الدكتور حسام في الحلم اللي انا حاطه بتاع طيب. المطار أنا. تصنيع طائرات الاسبوع اللي فات ده ممكن مش عايز تقول لا يعني ندخل في حديك الحلم في يعني احلام كتير مش حلم. انا بقول لحضرتك انا عايز اكون شويه واقعي. معلش شوف خلينا في الواقعيه. ما انا هقول لحضرتك الواقعيه بس الساده المشاهدين بس الواقعيه هي تونس السنه الاسبوع اللي فات مسلمه طياره ايرباص مصنوعه في تونس الى اوروبا. طيب يبقى مش حلم. طيب ده كان حقيقه. انا في 93 بتكلم الكلام ده بس انا عايز نحدد بس يبقى في على فكره نركز بس المشروع لما يكون الحلم كبير المكان يساعدك. بالعكس احنا حلمنا صغير طيب. عشان كده ما قدرناش نتوسع في قناه السويس. طب نرجع يا جماعه على الشريحه اللي فاتت اللي كانت معانا عن اللي هي بتوضح نفق مبارك ومدينه الاسماعيليه الجديده. انا شخصيا كمواطن مصري كل ما اشوف حاجه اي سهم اي دايره اي نقطه شرق القناه بفرح. طبعا شوف سيدي المواصلات يعني زي ما زمان كانت تبنى الحضارات حول الانهار تبنى الحضارات على ضفاف طرق المواصلات. صحيح. كويس. فانت دلوقتي وانا بقول الكلام ده وانا بذكر المشروع المحترم جدا لممر التنميه اللي بيتكلم عليه الدكتور فاروق الباز اللي هو عايز يعمل هاي واي من الشمال للجنوب على بعد من النيل في الصحراء فتبنى الحضاره على الجنبين. ده مش بديل لده ولا ده بديل لده، ده كل دي حاجات تكامليه بتتكلم على رؤيه بقى اكبر، وهو ان انا لما ببص على السكان في مصر ببص على واحد العدد، اثنين التوزيع السكاني، ثلاثه قدرات البشر. قدرات البشر يعني بتكلم على تعليم وصحه، وتوزيع سكاني يعني بتكلم على ببص يمين على قناه السويس وممكن يروح وابص شمال على ممر تنميه مقترح جيد واشوف ايه الافضل ليا ابتدي ازاي. وسائل المواصلات يعني لو انت واحد في الاسماعيليه عايز ينتقل من نقطه شرق الى غرب بيعمل ايه؟ يطلع للكوبري ويلف وينزل تاني. مره اخرى ما هي التنافسيه؟ التنافسيه اعلى جوده باقل تكلفه في اسرع وقت في الوقت المناسب. جميل. فلو انت هل ده موجود دلوقتي؟ ما هو انت مش موجود. ما انت عشان تبقى عارف حاطط ده قاعده عندك فتقول انا لو عايز انقل من النقطة دي للنقطة دي وهقضي 4 ساعات ولا أقضيها في 10 دقايق بالقطع قدرتك التنافسية أفضل لو انت في 10 دقايق. واللي خلى موقع قناة السويس لوحده أفضل انك من انت اختصرت عدد من الأيام للسفن. طيب. ما بالك بقى لو اختصرت للدول مش بس عدد أيام، اختصرت لهم تكلفة بانك انت حطيت الوير هاوسز، عملت الباكجز وعملت التغذيه بتاعت السفن اللي طالعه ديت، عملت صناعه السفن، عملت دهان السفن، عملت مره اخرى انا عندي 90 حاجه ممكن تعمل ممكن كل اللوجيستكس مشاريع مختلفه. الفكره بقى انت عشان تعمل الكلام ده عشان الصين بدل ما تروح تاخد من افريقيا وترجع الصين عشان تغلف او تعيد صناعه وتطلع اوروبا عشان تبيع، لو هي تقدر لو تقدر توفر عليها اسبوع وتقدر توفر عليها 10% من التكلفه هتعمله عندك مش هتعمله هناك. اوكي. مش كده ولا ايه؟ جميل. فانت موقعك الجغرافي العبقري اقتصاديا وسياسيا يجعلك قادر انك انت تدي هذه الخدمه للعالم، مش بس تيسر حركة السفن
ده انت عايز تيسر حركة التجارة والصناعة والحفاظ. هي كمان كرة من الثلج اول ما بتبدا تتدحرج بس على اساس سليم بتفتح افاق ثانيه كتير. اكيد سياده المستشار متفق حضرتك، انا هدي اقول لحضرتك